السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن كيف نعرف إذا الذرة جاهزة عندنا للحصاد. طبعا من الخارج ما راح نشوف شيء واضح أن الذرة نضجت وممكن نحصدها. في ثلاث علامات راح أتكلم معكم بشكل مسرع عن العلامات الثلاثة. أول علامة أن نشوف الذرة نفسها تكون شوي خذت سمك وصارت شوي مليانة، اوكي. هذه اول علامه ان الذره نفسها فيها سمك وشوي مليانه. العلامه الثانيه اللي هي هذه الحرير الشعر اللي يكون فوق راس الذره، لما يكون جاف بهذا الشكل تحول لونه بني مثل هذه، يكون جاف ما في اي رطوبه لما نلمسه يكون جاف، هذه ايضا علامه ثانيه ان الذره انضجت. هذه العلامتين اللي أنا أعتمد عليهم. في ناس تاني أيضا تعتمد على علامة ثالثة اللي هي إنه يفتحون الذرة ويأخذون سكينة أو مادة أو أي أداة حادة ويقزون الحبة من الذرة، وإذا خرج سائل شفاف هاي معناته إن الذرة غير جاهزة، وردون ويسكرون الذرة نفسها. ولكن إذا بعد ما يقزون الحبة من الذرة يخرج ماي أبيض أو حليبي، هاي معناته أن النشويات تكونت بشكل صحيح في الذرة وممكن أن الحين نحصد الذرة. فأنا هذه الحين راح أرويكم. طبعا هذه نوع الذرة نوع مبل الأكل، هذه نوع للفشار أو للبوب كورن عموما. فراح أرويكم، هذه راح أفتحها معاكم فنشوف انها خلاص خذت لونها وانضجت ووصلت المرحلة ان نقدر نجففها على اساس نستخرج الحبيبات حق الفشار او البوب كورن او اي كان الاسم اللي تسمونه. فهذه الذرة مب للأكل بشكل طازج، بالعكس للتجفيف واستخراج الحبيبات حق الفشار. فراح أشوف البقايا، بس حبيت أن أبين لكم هذه الفيديو عن طريقة استخراج الذرة وكيف أن نعرف أن هي ناضجة ومتى نحصدها. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو، إضافة إلى الفيديو السابق اللي هو عن كيفية زراعة الذرة. واللي ما شاف الفيديو اللي عن كيفية زراعة الذرة راح يطلع عندكم الرابط في على الشاشة. وأتمنى أن استفدتوا من الفيديوين كمعلومات عامة عن زراعة الذرة. واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.